الخير لجميع متابعينا في المملكة العربية السعودية. نرحب بكم في هذه النشرة الجوية التي سنتحدث فيها عن تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة في عموم مناطق المملكة وكافة المدن السعودية خلال نهار اليوم. نبدأ نشرتنا بتوقعات الجوية للعاصمة الرياض خلال نهار اليوم، حيث تسود أجواء غالبا صافية مع 43 درجة مئوية، الملموسة 39، الرطوبة حوالي 50%، والرياح تكون خفيفة السرعة. تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة لباقي مناطق المملكة نبدأها من سكاكا، طقس حار مع 40 إلى 27 درجة مئوية، عرعر 41 إلى 25 درجة مئوية، أما تبوك أتربة مثارة 40 إلى 24 درجة مئوية. المنطقة الغربية المدينة المنورة أجواء غير مستقرة، فرصة لزخاتر عديم من الأمطار مع نشاط في سرعة الرياح المثيرة للأتربة والغبار 42 إلى 31 درجة مئوية، جدة 34 إلى 32، مكة المكرمة 41 إلى 31، والطائف زخاتر عديم من الأمطار 33 إلى 23 درجة مئوية. المنطقة الجنوبية الغربية أيضا تتأثر بأحوال جوية غير مستقرة، أبها 31 إلى 19 درجة مئوية، الباحة 30 إلى 19، وجزان 38 إلى 30 درجة مئوية. بالنسبة للمنطقة الشرقية، الدمام 41 إلى 33، حفر الباطن 44 إلى 30 درجة مئوية، والإحساء 45 إلى 28 درجة مئوية. المنطقة الوسطى، العاصمة الرياض 43 إلى 32 درجة مئوية، بريدة أتربة مثارة ورياح نشطة 42 إلى 32، وحائل زخاتر عديم من الأمطار مع 39 إلى 27 درجة مئوية. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.